مبادرة كانت موجودة على أرض الواقع من أيام الحرب، وأكيد عملها استمر وبدأ من أول يوم بالزلزال. رح نحكي عن مبادرة أهل الشام، وبيسعدنا نستضيف نورة السيروان أمين سر مؤسسة مبادرة أهل الشام. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. الحمد لله على سلامتكم ويعطيكم ألف عافية. بداية أهلا وسهلا لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل للجرحى، والسلام آمين. والأمان لسوريا الغالية والعزيزة. آمين. خلينا نروح فورا لصباح يوم الاثنين، هذا الصباح الموجع كان. خلينا نحكي عنكم بشكل شخصي، عن استجابتكم لهيئة الكارثة، كيف بلشتوا وكيف اتجهتوا؟ حقيقة منذ الساعات الأولى في صباح يوم الاثنين، هذا التاريخ اللي كان مؤلم على كل سوري مر فيه، في تمام الساعة 4:17 صباحا كنا متواجدين على الأرض من بعد قليل من الزلزال. حقيقة كانت استجابتنا سريعة وطارئة لإغاثة الأهالينا وأخوتنا في المحافظات السورية. نعم. حقيقة كان كونه نحن اليوم بأسس مبادرة أهل الشام أعضاء في اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة ريف دمشق، فكان تنسيقنا مع السادة المحافظين والسيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لدراسة الاحتياج في المناطق المنكوبة، حيث تم تشبيك مع جمعيات المجتمع الأهلي في المحافظات المنكوبة. بدأنا في محافظة اللاذقية حيث تم التشبيك مع جمعية كبارنا، درسنا الأدرس والاحتياج هنيك. نحن اليوم القوافل تسيرت حسب الاحتياج. ما. الشيء الملفت وهذا الشيء مغرب عن مجتمعنا السوري، وهذا الشيء شفناه من خلال شبابنا، من خلال اللحمة الوطنية اللي شفناها من خلال الشباب السوري. يعني اليوم من الساعة 6 أو 7 صباحا صارت الناس تبادر، ونحن شو فينا نقدم، نحن شو فينا نساعي قبل ما ننزل أي بوست على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه نحن اليوم شو فينا نعطي. إن كان أنا بدي عندي مثلا شركات خاصة، أنا اليوم شو فيني أقدم شركات شحن، شو فيني أقدم اليوم أنا كشباب، شو فيني أقدم. شفنا طلاب المدارس الخاصة بادروا وساعدوا وساندوا وعملوا مبادرات بينات بعضهم البعض لإغاثة الأهالي. بصراحة استوقفتنا كتير مشاعر خلال هالأيام هاي اللي احنا فيها، شفنا المساعدات بنقول من كل حد من وصوب. صحيح. يعني المساعدات الغذائية، العينية، الألبسة، وتم كمان تسيير قوافل إلى محافظة حلب. نعم. بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الخيرية في حلب، وحتى تم دراسة الاحتياج هناك، وإلى محافظة اللاذقية حما بالتنسيق مع الجمعية الخيرية للرعاية الاجتماعية في حما. حقيقة اليوم التسيير القوافل كان بشكل مدروس، عم نشوف اليوم شو دي الاحتياج بهالمنطقة الثانية. فاليوم كانت بصراحة اليوم الاحتياج كبير كان، وما زلنا مستمرين في هذا الموضوع. يعطيكم ألف عافية. أكيد. خلينا نحكي أكثر، اليوم 6 قوافل توجهت لمختلف المحافظات السورية اللاذقية، حما وحلب، بعد حوالي 12 أو 13 يوم من الزلزال. عمل يمكن مختلف الجمعيات تنظم أكثر، صارت بتعرف يمكن كل جمعية شو الاحتياجات أكثر على أرض الواقع. بالنسبة لمبادرة أهل الشام، كيف تغير أو كيف عم تغيروا لما تعملكم بعد هاي الأيام من حدوث الزلزال؟ هلأ كان استجابتنا بالأيام الأولى مثل ما ذكرتي حضرتك أنه استجابة سريعة وطارئة كونه في إغاثة. هلأ إحنا عم نتوجه اليوم بالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أنه اليوم هدول الأشخاص فيما بعد إن اليوم بدهم بيت، بدهم سكن، بدهم شيء أو في بيعدوا فيه، فنحن عم نتوجه اليوم ونزلنا على وسائل التواصل الاجتماعي نحن اليوم نساعد هذول الأشخاص لتأمين سكن لهم، لتأمين ولو بيت خلينا نقول يقدر يقعدوا فيه قد ما قعدوا بمراكز الإيواء. أهم شيء تمام على الأجارات. هذا نحكي على الأجارات اليوم. حقيقة اليوم تنسيقنا كمؤسسة مبادرة أهل الشام عم يكون على الأرض هنيك بالتنسيق مع قد ما احنا اليوم في جمعيات المجتمع الأهلي هناك على الأرض موجودين. وبدي أنا كمان من خلال منبر قناتكم الكريمة طمن السادة المشاهدين وكل ما عم يسمعنا أنه اليوم كتير كم حكي أنه موضوع المساعدات وصلت وإلى آخره أو ما وصلت. اليوم صار فريق، طلع فريق من عنا من مؤسسة مبادرة أهل الشام بالتشبيك مع اللجان الفرعية للإغاثة والوزارة لهناك لتسليم المعونات لأهلها، لتسليم المعونات لهنيك للأشخاص. فاليوم صراحة كل يوم عن يوم هالعشرة أيام أو 12 يوم اللي كنا مارين فيهم كانوا إغاثة وكانوا احتياج كبير. هلأ فيما بعد عم نخطط ونشتغل ضمن خطة مدروسة.
فهذا التوجه الآن نروح اليوم نحن أخواتنا وأهلنا بالمحافظات الثانية بدهم مأوى اليوم يعدوا فيه. يمكن هاي اهم نقطه اليوم مفروض انه يصير الشغل عليها. يعني احنا بنعرف من حالنا قد ما قعدوا بمراكز ايواء او حدا استضافه من قرايبينهم، فبالنهايه يعني بدهم يرجعوا لاستقرارهم. فبنتمنى اليوم هيك بهمتكم وبهمه اليوم الجهات المعنيه يكون هذا الموضوع هو الاهم خلال الفترة القادمة. نور حكيت نقطة، كنت عم تقلي انه المبادرة بلشت فورا، يعني شبكتوا مع حدا من الجمعيات؟ كان في تواصل بينكم وبين جمعيات اخرى؟ كان في داتا امامكم عم تشتغلوا عليها؟ حقيقة مثل ما ذكرت اليوم كان تشبيكنا مع جمعيات المجتمع الاهلي في المحافظات المنكوبة فقط، وبالتنسيق مع اللجان الفرعية للإغاثة وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية للإغاثة في محافظة ريف دمشق ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حقيقة اليوم تشبيكنا كان ودعمنا كان دعم مع نقدي وإغاثي من المتبرعين ورجال الخير في هذه البلاد، ودعم معنوي من الجهات الحكومية. يعني منذ الساعات الأولى أنه نحن اليوم تواصلوا معنا الجهات الحكومية أنه نحن أي دعم أي تسيير أي تسهيل لأي شيء بدكم إياه مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع السادة محافظة دمشق. فاليوم كانت صراحة تشبيكنا مهم مع الجمعيات، إن كنا الجمعيات إنك موجودين على الأرض واللجان الفرعية للإغاثة كانوا موجودين على الأرض، فدرست الاحتياج. يعني مثلا في محافظة حلب بعتنا قائمة نحن اليوم شو الاحتياجات اللي بدنا إياها، في محافظة اللاذقية كذلك، في محافظة حما. فكان التخطيط والتنسيق مدروس ومنسق يعني مع بالتشبيك مع هؤلاء الجهات. الصعوبات اليوم اللي عم تواجهكم على أرض الواقع؟ هلا ما في عمل ما في له صعوبات. اليوم بصراحة كلنا واجهنا صعوبات لأنه اليوم ما كنا متوقعين، يعني أنه اليوم خلال هالدقائق الثواني أنه تتغير مسار أو اليوم يصير هذا الزلزال الكبير. بس بعد ما بعد الضيق إلا الفرج إن شاء الله، وعم نشوف إن شاء الله عم يكون في تنظيم اليوم كونه عم يكون في كتير جمعيات ومؤسسات وناس فاعلة على أرض الواقع. عم يكون عم تحس في تنظيم صار بالمناطق المنكوبة من حيث توزيع المساعدات والإعانات؟ هذا الشيء عم يكون في تنسيقنا له مع اللجان الفرعية للإغاثة ومع اللجنة العليا للإغاثة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ما عمل هاي القصة يعني هي محبة، احنا بنعرف المحبة، ما عمل شوية فوضى يعني صارت هلا ما في بداية اليوم؟ خلينا نقول في فوضى بس فوضى منظمة كانت، يعني كله عم يبادر ويعطي ويساند. يعني ما حقول فوضى، هي عبارة عن اليوم مبادرة. اليوم مصاب كبير، الألم كبير، فاليوم أكيد أنا اليوم شفت أخي السوري، شفت أي شخص اليوم متضايق راح بيته بده يأكل. يعني إحنا اليوم شعبنا شعب حنون وشعب عاطفي صحيح، وشعب عنده اللحمة الوطنية كتير كبيرة. فاليوم أكيد بده يبادر ويشتغل ويساعد ويساند، بس أكيد كلهم عن اليوم عم تتنظم الأمور أكثر وأكثر. هي يمكن بالأيام الأولى كانت في حالة تضارب اليوم بموضوع الإغاثة. عدد الفريق اليوم والمتطوعين كافي؟ وإذا بتحب اليوم هيك توجه رسالة لكل المتبرعين اليوم. هلأ اليوم أول شيء بدي أشكر كل الأخوة المتبرعين وشبابنا السوري ونسائنا وكل الأشخاص اللي اشتغلوا وبادروا، بإضافة أكيد الدعم شكر كبير لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسادة المحافظين في جميع في المحافظات، ولفريقنا فريق التطوعي اللي كان عم يشتغل على الأرض. كان عمل متواصل 24 ساعة عم يشتغلوا بصراحة، عم يشتغلوا بمحبة. يعني اليوم انه انا قاعد بعد دوامي كذا، بالعكس قاعد بدي يساند بدي يساعد. حتى شفنا اليوم تشبيه مع غير فريق تطوعي، يعني اليوم يجوا اشخاص نحن شو فينا نساعد، فينا نقعد نكون معكم هون، نكون معكم هنيك. شفنا كمان كان في عنا تشبيك مع مدارس خاصة، اجوا طلاب عملوا مبادرة بينات بعضهم البعض لهالاطفال. فبصراحة شكرا لكل من عم يقدم ويساعد ويساند لهاللحظة، ونتمنى السلام والأمان لسوريا الغالي. آمين نور، شكرا لكم، شكرا لكل شيء عم تقدموه. شكرا، هذا واجب، هذا واجبنا، وهذا واجبنا، ولازم نحن يعني أكثر من واجبنا، وأكيد مستمرين وعم نشتغل، ونرحمة أكيد لشهدائنا. هذا أقل شيء من قدمه، شفاء العاجل للجرحى والسلام والأمان لسوريا الغالية والعزيزة. وشكرا لكم للاستضافة الكريمة يلي كان عم تضوي دائما على كل شيء عم نكون واجبنا واكب بكل التطورات اللي عم نشتغل عليها. الله يقويكم ومبارك جهودكم دائما. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا.